بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد. وبإذن الله في هذا الفيديو هنعرف جميع المواقع اللي هي هنعرف منها نتيجة الثانوية العامة. ولكن بداية، لو أنت مش مشترك في القناة ياريت تشترك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات القادمة، وياريت تعمل إعجاب للفيديو، وياريت لو قدرت تشير الفيديو شيره حتى تعم الفائدة. طيب تعالوا نعرف ايه المواقع اللي هيتنشر عليها او هتقرا نتيجة الثانوية العامة. اول موقع عندي اللي هو موقع وزارة التربية والتعليم، وده الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، وبإذن الله الموقع ده اللي هيتعرض عليه نتيجة الثانوية العامة. الموقع عندي الثاني اللي هو موقع يوم السابع، وده برضو حصل برضو على حقوق نتيجة الثانوية العامة لهذا العام. الموقع الثالث اللي هو موقع فيتو او بوابة فيتو، وبوابة فيتو برضو حصلت على حقوق نتيجة الثانوية العامة. الموقع اللي بعد كده موقع مدونة نتائج الامتحانات، والموقع ده برضو هيعرض نتيجة الثانوية العامة. اما بالنسبة لموقع مصراوي واخر موقع، لحد الان لم يعتمد رسميا اللي الموقع يتنشر عليه نتيجة الثانوية العامة. لكن انت عندك اربع مواقع: موقع وزارة التربية والتعليم، بعد كده اليوم السابع، بعد كده بوابة فيتو، واخيرا نتائج الامتحانات. طيب حد ممكن يسأل ويقول لي النتيجة هتتنشر على كل المواقع؟ لان لو هتتنشر على موقع واحد بيبقى عليه ضغط، بيبقى السيرفر كل شوية بيسقط. فلذلك بعض المواقع خدت الحقوق الحصرية لنتيجة الثانوية العامة وهتنشرها على المواقع بتاعتها. وبكده نكون عرفنا كل المواقع اللي هتنشر نتيجة الثانوية العامة، وان شاء الله باذن الله هسيب لك كل روابط هذه المواقع في الديسكريبشن في اسفل الفيديو. دمتم في امان الله وبالتوفيق لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.